بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس إن شاء الله راح نتكلم عن الري إنيشياليزيشن أو ما نسميه تهيئة المصفوفة أو بمعنى آخر وضع قيم ابتدائية في المصفوفة، يعني بمعنى أن نعبي المصفوفة بقيم معينة. طبعاً إحنا شفنا الكلام هذا قبل بالطريقة هذه، يعني هذه هي الطريقة الأولى اللي شفناها الانيشياليزيشن للأري، وذكرنا أنه عندنا ثلاث خطوات. عندنا الخطوة الأولى هنا اللي سميناها الأري ديكلاريشن. خلوني أكتب الخطوات. الخطوة الأولى هي ديكلاريشن اللي هي تعريف الريفرنس حق الاري هنا. طبعا لما نسوي الديكلاريشن زي ما قلنا قبل انه راح يكون عندنا ريفرنس للاري فقط، يعني بدون اي، يعني راح يكون عندنا حاجه زي كذا ريفرنس واسمه ماي ليست. فهذه الخطوه الاولى الديكلاريشن. الخطوه الثانيه اللي بعدها، الى الان ما صار عندنا اري ريفرنس، ما يأشر على اي شيء الى الان. الخطوة اللي بعدها هي أن نسوي الكرييشن أو الالوكيشن للأري. هذه الخطوة الثانية. فنقول هنا اثنين كرييشن أو الالوكيشن ميموري الالوكيشن ميموري الالوكيشن. وهنا TION زين، وهنا معناه حجز مكان في الذاكرة للأري. مجرد أن نقول الجزء هذا راح يطلع لنا مكان في الذاكرة هنا، ويتكون من six elements. وإذا أسندنا عملية الإسناد هنا راح تخلي المؤشر هنا يأشر على الأري. وزي ما ذكرنا يجب أن يكون هناك تطابق تام بين التايب اللي عندي هنا اللي بسوي استخدمته في الديكلاريشن والتايب اللي استخدمته في الكرييشن. الخطوة الثالثة في الاري هي الانيشياليزيشن زين، وهي وضع قيم ابتدائية في الاري. طبعا اذا اول ما تنفذ السطر الاول عندك هنا، اول ما تنفذ السطر الاول فقط زين، فانه راح الجافا اوتوماتيكلي راح تحط لك قيم ابتدائية. ايش هي القيم الابتدائية؟ إذا كان عندك عدد integer أو double فإنه راح تحط لك 0 أو 0.0. فهنا double راح يحطنا 0.0 0.0 0.0 وهكذا زين. هذه قيمة بدون ما تسوي شيء، فقط تنفيذ السطر الأول زين، مجرد ما تسوي الذاكرة. لو كان عندك integer راح تحط لك 0 طبعا. لو كان عندك boolean راح تحط لك false، راح تحط لك القيمة false. فهذه هي القيمة الابتدائية. ولو كان عندك array of characters راح تحط لك الكاركتر اللي اسمه null زين، وهذا كاركتر غير مرئي، يعني حرف غير مرئي، ورقمه في الجدول الاسكي. اذا كنت تعرف جدول الاسكي رقمه هو صفر زين. ممكن تبحث كلمة اسكي هذه حتى تفهم وشو جدول الاسكي. وبعد كذا راح تجد الكاركتر. إذا إذا كان عندك array of char راح تحط لك null، إذا كان array of boolean راح تحط لك false، إذا كان double تحط لك 0.0، وإذا كانت array of int راح تحط لك 0 زين. طيب بعد كذا أنت تبدأ تعبي الأري بالقيم. فإذا عندنا هنا الخطوة، خلونا نكتبها. الخطوة الثالثة هي الخطوة الثالثة هي الانيشياليزيشن زين، ودائما تختصر بانت زين، لكن initialization، وهي نسميها تهيئة المصفوفة أو وضع قيم في المصفوفة، وهي تقريبا شبيهة بالخطوات اللي شفناها قبل في variable، خصوصا في الأوبجكت. في الأوبجكت كنا نعرف reference، بعد كذا نسوي النيو للأوبجكت، بعد كذا نقلنا نستخدم الكونستراكتور إذا بغينا نسوي initialization للأوبجكت نضع فيه قيم ابتدائية، وإلا فإن الجافة زي ما هو الحاصل في الأري هنا راح تضع لنا قيم ابتدائية في الأوبجكت. فإذا في تشابه كبير بين الأثنين. في خطوة initialization هنا عندنا نستطيع أن نقول ما هي الأسطر من السطر الثاني حتى الأخير. هنا
كل الأسطر هذه عبارة عن initialization. طبعا أنا سويت initialization هنا بقيم معينة. ممكن أنك تسمح لك الجافا أنك تدمج الخطوات هذه كلها مع بعضها بالطريقة هذه. فبالطريقة هذه الآن هذه الطريقة مساوية تماما للطريقة اللي نشوفها هنا فوق. إذن ممكن أنك تكتب تسوي declaration للأري هنا زي ما نشوف الجزء الأول هذا نسوي فيه declaration للأري الجزء اللي عندنا هنا ثم بعدها يعني هذا declaration زين. الخطوة اللي بعده الآن مباشرة تسند قيم للأري. لاحظ حاجة مهمة جدا هنا، لاحظ أنه لا يوجد new زين، إذا لا يوجد new هنا عندنا لا يوجد new زين، هذه مهمة جدا جدا، ما سوينا new double هنا مضبوط، مجرد أن على طول عبينا القيم بشكل مباشر. إذا كيف تسوي الأري initialization بالطريقة هذه المباشرة؟ أول شيء تعرف تذكر تعريف الأري، يعني نقول مثلا هنا element type element type ثم قوسين ثم reference name زين اسم الreference ثم علامة الإسناد ثم قوس ثم value 1 أو خلينا نقول value 0 بحكم أن الأري دائما تبدأ من الصفر الترتيب. إذا value 0 القيمة الأولى زين تضع القيمة مباشرة value 1 مضبوط وهكذا حتى تصل إلى value n زين ثم فاصلة منقوطة. إذا هذا هو الجزء هذا، خلوني أحطه في المربع عشان يكون واضح لك. الجزء هذا عندنا هنا هو الجزء اللي احنا راح نستخدمه، أو هذا هو هذه هي طريقة انك تسوي initialization للاري بشكل مباشر، تضع قيم في الاري بشكل مباشر. اذا الكود هذا اللي عندك هنا فوق والكود اللي تحت هذا السطر الواحد كلهم متساويين زين، كلهم راح يعطونك نفس الشيء، راح يعطونك اري من نوع دبل فيها ست عناصر وكل عنصر له القيم هذه 1.8 2 5.3 وهكذا. لاحظ مره ثانيه هنا ما استخدمت نيو، فقط على طول وضعت قوس المجموعة هنا وسكرت بقوس المجموعة أو الكيرلي بريس ووضعت القيم جوا القوس، وكل قيمة في فاصلة بينها وبين القيمة اللي بعدها ما عدا القيمة الأخيرة طبعا ما في بعدها فاصلة زين. وبالطريقة هذه سويت initialization للأري. لازم تنتبه الحاجة مهمة جدا 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 هنا إذا بغيت تستخدم الطريقة هذه، انك ما تستطيع انك تفصل زين زي ما فصلنا قبل مضبوط. اذا بغيت تستخدم initialization وتحط الفاليو مباشره انت بنفسك في الاري فانه هذه خلينا نحط عليها يعني بالاحمر هنا خطا، يعني خطا لا يمكن ابدا انك تستخدم الطريقه هذه. اذا بغيت تستخدمها لابد ان تكون موحده زي كذا، لابد ان تكون كلها مع بعض زين. لاحظ ان ما يهمني هنا اني فصلت السطر اني نقزت سطر جديد، يعني المهم انها كلها في one statement، سواء في سطرين ثلاثة ما يهمني مضبوط، المهم انها في one statement. لحظة، statement تبدأ من هنا وتنتهي بالسيمي كولن، هنا انت سويت هنا تعريف مضبوط وانتهت statement، هذه سيمي كولن، بعد كذا رحت statement جديدة، رحت عبارة جديدة مضبوط. فإذا هنا خطأ، هذا خطأ، يجب ان يكون ال declaration وال initialization كلها وال creation كلها مع بعض. لاحظ انه الجزء هذا راح يسوي لي الخطوة الأولى declaration، الجزء هذا راح يسوي لي الثانية والثالثة creation يعني يحجز المكان في الذاكرة، والانيشاليزيشن يعبي الاري values. طيب خلينا نشوف أمثلة على الموضوع هذا، خلينا نشوف المثال مثال ثاني. يعني هذه أمثلة للarrays اللي هنا array of string زين، فإذا string month name array فيها أسماء الأشهر. لاحظ اني حطيتها في اكثر من سطر هنا، ما يهم، المهم انها عباره واحده هي one statement، ما انتهت السيمي كولن الا في اخر سطر لو تلاحظ زين، وعادي في الجافا انك تضعها في اكثر من سطر خصوصا انها زي كذا يعني حاجه كبيره شوي. اذا تبدأ هنا الديكلاريشن حق الاري، الريفرنس حق الاري ثم يساوي ثم فتحنا قوس المجموعه وبدانا نكتب القيم وبين كل قيمه اللي بعدها فاصله حتى انتهينا الى ان سكرنا قوس المجموعه ثم وضعنا السيمي كولن وانتهت الستيتمنت. هذه كلها على بعضها ستيتمنت واحده نسميها array initialization statement زين. اذا statement
تسوي لنا declaration array، تسوي لنا array وتضع فيها قيم مرة واحدة. زين، وضعنا فيها هنا الأشهر الميلادية اللي في السنة. لاحظ إنه حجم الأري 12، مضبوط. الجافة أوتوماتيك تحط لك حجم الأري بناء على عدد القيم اللي أنت دخلتها. هنا أري أخرى من نوع char اسمها city، زين، يعني فيها أحرف مدينة الرياض. فنفس الشيء، يعني عرفنا char city ثم أسندنا ثم وضعنا الأحرف اللي عندنا. خلونا نشوف المثال الأخير هذا عندنا، وهو ال شو اسمه. وهنا المثال اللي ابغى اوصله لك من المثال هذا، انك تستطيع انك تسوي initialization للاري. هنا مو لازم تضع القيم مباشره زي ما سوينا هنا، يعني literal values، ممكن انك تستخدم قيم variables، يكون عندك variable في قيمه معينه وتضع. هنا هذه array من boolean اسمها bool list، وحطيت فيها القيم a و b و c، عفوا قيم ال variables a و b و c، والA والB والC سويت لهم سناد قبل. إذا ممكن تسوي الأري بقيم مأخوذة من variables، يعني تسوي initialization وتضع هنا variables بدل من أنك تضع قيم literal values بشكل مباشر.